لو الحكايه فيها ان فيتو ممكن يفطر ممكن لا، وممكن ياخد سناك في المدرسه وممكن لا، وبيستنى لما يرجع بيتغدى. فعاده بتلاقي طلبه المدارس اللي هم مقلبزين نسبه عاليه جدا. فلازم انا كأم او ايفن كمدرسه اخد بالي من انه لازم يفطر كويس جدا، والسناك بتاعه تكون سعراته الحراريه عاليه مش قليله، بحيث انه ما يرجعش من المدرسه جعان فياكل اي حاجه قدامه.